تحتاج فرص عمل، العوائل اللي ما عندها دخل تحتاج الى فرص عمل لتحسن وضعها المعيشي. مدارس مكتظه، يعني الطالب ما يفهم شيء، صف ب 60 70 طالب، كادر تدريسي قليل، مناهج ماكو لحد الان، اكثر المدارس ما مستلمه مناهج. نقص كبير في الجانب الصحي، يتطلب يعني خطط مستقبلية لإنشاء مستشفيات متعددة سواء في مدينة الموصل والوحدات الإدارية، إضافة إلى القطاع الصحي المتخصص. حاولنا نخلق روح بهذه المنطقة بافتتاح هذه المقهى ونجذب السكان حتى يرجعون لمنطقتهم، لأن تعرف أنت الحياة إذا ما بيها مقومات، المقهى هو جزء من مقومات الحياة بهذه المنطقة.